أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رف كتب ومراجعة جديدة لرواية جميلة جدا إن شاء الله تعجبكم. أنا خالد الجزار ومنتظر دعمكم للقناة بالاشتراك والمشاركة والإعجاب بالفيديو، ومنتظر ترشيحاتكم في التعليقات تحت. أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ويلا نبدأ مراجعتنا النهاردة لرواية الطريق إلى السيدة العجوز. رواية الطريق إلى السيدة العجوز تأليف الكاتب محمد آدم، إصدار تارتو، يعني النشر والتوزيع. تصميم نفسه، تصميم الغلاف للكاتب نفسه، يعني الأستاذ محمد آدم هو اللي مصمم الغلاف. لو بصينا على الغلاف هنلاقيه بمنتهى البساطة صورة لصحراء شبه كده فلو، وسلسلة منتهية بالنجمة الثلاثية ظاهر منها النص بس، وده يمكن له مغزى او تعبير او اسقاط على بطل الرواية. هنتعرف على الكلام دوت مع الرواية. الرواية تدقيق لغوي الاستاذ عبد الهادي عباس، تحرير ادبي الارشيدوق محمد جدالله، واخراج داخلي رشا عبد الله. ثواني ونبدأ مراجعتنا ونتعرف على الكاتب وعلى روايته. لو حبينا نتكلم على رواية الطريق إلى السيدة العجوز هنلاقي إنها رواية، لو حبينا نصنفها هنلاقي إنها رواية استشرافية بتتكلم عن المستقبل. صحيح هو مش مستقبل البعيد أوي، يعني ما إحنا بنتكلمش على نهاية العالم وما شابه، ولكن بتتكلم عن المستقبل. الرواية ما بتخلاش خالص من لمحات تاريخية مهمة جدا تخص اليهود والعرب بالذات، أو اليهود العرب بالذات كمان، يعني نقدر نحدد حاجة زي كده، وبتدور في إطار اجتماعي. الراوي في الرواية دي هو البطل، راوي مشارك هو البطل اللي هو اسمه يائير، وهنتعرف على يائير بدرجة أعلى وإحنا بنتكلم دلوقتي. لو إحنا بصينا على الرواية نفسها هنلاقي إنها عبارة عن تشريح للمجتمع الإسرائيلي. يعني لو أنت عاوز تفهم المجتمع الإسرائيلي شكله إيه، علاقاتهم ببعضهم إيه، سواء كطوائف أو كشعب أو كأشخاص أو حتى كحكومة وشعب، الرواية دي هتفيدك جدا في الموضوع ده. طيب، البطل اسمه يائير ابراهام وهو الراوي، وده مذيع لأكبر برنامج وأشهر برنامج توك شو المفروض في إسرائيل. ومن هنا تقدر تحس بقد إيه الكاتب بيفهم او بيعرف ينقي شخصيته، لان شخصية زي دي ليها علاقات بكل طوائف المجتمع، نجوم الرياضة، نجوم الفن، الناس العاديين، بيتعرض للمشاكل في برنامجه، للمشاكل بتاعت المجتمع ككل، له علاقات بالأجهزة الأمنية الحساسة، فمن خلال العلاقات دي وصداقاته دي هيقدر يتعرف او يقدر يعرفنا او يقدر يستعرض لنا الكتير من المشاكل والهياكل الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع الاسرائيلي. طيب، يائير ده مزراحي عربي عراقي، يهودي عربي عراقي، هو الجيل الثالث في اسرائيل. ده المفروض يعني هو الكاتب عامله بالشكل ده، لكن هو من جوه فاقد للهوية. يعني هو مش عارف هو عربي ولا هو إسرائيلي ولا هو يهودي، بس يعني هو مش قادر يصنف نفسه في تصنيف معين. طب ده ليه؟ لأن كان في صراع نفسي بيدور جواه سببه الأب والجد. الجد هو الجيل الاول، والجد ناقم على العرب جدا، لان هو معتبر ان العرب في العراق بالذات لانه عراقي ساعدوا الصهاينة في اجلاء
اليهود العراقيين، وهو ما كانش له رغبة في ده، ما كانش حابب ده، بالعكس هو كان مبسوط ان هو عربي عراقي ومعتز بحاجة زي دي، فأصبح جواه نقمة من دو من نقمة على العرب. لكن في نفس التوقيت هو عنده انتماء للثقافة دي وحب للثقافة دي، وعنده ذكرياته اللي عاشها في طفولته وشبابه قبل التهجير إلى الكيان في العراق، ومحتفظ جدا بهذا العمل الوجداني داخله. طيب الأب، لا الأب هو الجيل الثاني، اتولد في إسرائيل، ف هو إسرائيلي، هو عارف كويس إن هو إسرائيلي. طب النتيجة إن إحنا عندنا حفيد واخد كتير من جده، وأبوه مأثر عليه برضه، فأصبح الولد لا هو عارف هو إسرائيلي عربي، ولا هو إسرائيلي يهودي، ولا هو إسرائيلي يهودي عربي، ولا هو عراقي يهودي عربي. العملية دي عاملة عنده نوع من أنواع اللخبطة. برضو من ضمن مهارة الكاتب محمد آدم إنه قدر يستعرض لنا 3 طوائف في حياة الراجل دوت. الطائفة الأولى المزرحية اللي هو بتمثله هو، ادي رقم 1، رقم 2 مراته الإشكنازية، رقم 3 البنت اللي بيعجب بيها أو بيحس بنوع من أنواع التعاطف أو العاطفة معاها، اللي هي اسمها بيسان، ودي سامري. طيب أنا ما أعرفش المصطلحات اللي إحنا قاعدين بنتكلم عليها، يعني إيه سفردين، ويعني إيه إشكناز، ويعني إيه فلاشة، ويعني الحاجات دي كلها اللي احنا قاعدين بالطوائف اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي. الموضوع بمنتهى البساطة الراجل بيقدمه في حوار صغير خالص بيدور بينه وبين أولاده. فالموضوع بمنتهى البساطة سهل جدا ان احنا نحصل على المعلومة او نفهم كلام كتير ساعات بيتقال لنا ومبقاش واخدين بالنا منه او مش عارفين معناه. طيب هنيجي لنقطة تانية، الحوار والسرد في الرواية دي بأنهي طريقة أو بأنهي لغة؟ الحوار والسرد في الرواية باللغة العربية الفصحى، وفي بعض الأحيان الكاتب بيستخدم بعض العبارات والكلمات العبرية ولكن مكتوبة باللغة العربية الفصحى. احنا قلنا ان البطل بتاع الرواية مذبذب من جوه، ما هوش عارف هويته ايه بالظبط. طب ليه الكاتب عمل ده؟ يعني ايه الهدف من ان الشخصية تبقى منحوتة ومرسومة بالشكل ده؟ في الحقيقة ان الكاتب ناجح جدا في دوت، لانه في النهاية هو المفروض ان هو هيخليه يقتنع بشيء جديد تماما. فلو انا عندي لو البطل ده عنده قناعات ثابتة ومتينة، هيبقى صعب او مستحيل ان هو يتراجع عنها. لكن لو هو عنده الذبذبة دي، فسهل ان هو يقتنع بالفكر الجديد اللي عاوز يقوله الكاتب. طيب الرواية تاني اسمها الطريق الى السيدة العجوز. مين هي السيدة العجوز؟ يعني السيدة العجوز دي مين هي؟ وايه تأثيرها في القصة؟ عشان نفهم الموضوع دوت، ان بنفهم او بنلاقي ان الرواية اساسا بتبدأ بحلم كابوس بيعيشه البطل وهو نايم. الحلم ده بيزعجه جدا وبيخليه يفكر كتير، وفي دعوة لزيارة هذه السيدة العجوز. مين هي السيدة العجوز؟ السيدة العجوز جدة بيسان، يعني يمكن بيسان كمان الجيل الرابع منها، يعني هي معمرة، ست معمرة خالص، عمرها دلوقتي في الرواية يعني 129 سنة، وهي أكبر معمرة على وجه البسيط. فبيروح يزورها في نابلس، ومن هناك بيبتدي يفهم ويتعرف، وتقول له نبوءة معينة وتنصحه نصيحة. في الحقيقة إن النبوءة اللي هي تنبأتها دي
انا شايف ان هي الرسالة الاساسية اللي عاوز يتكلم فيها محمد آدم في روايته الطريق الى السيدة العجوز. مستوى الكتابة في الرواية دي عالي جدا، يعني محمد آدم كاتب بأسلوب رصين جدا وأسلوب سلس جدا، ونقدر نتعرف على ده من خلال أأنا مقطع إسرائيلي فقط ممكن كما نسمعه علمني دلوقتي. أبي؟ أم أنا يهودي عربي مثل جدي؟ أم عربي إسرائيلي على حد قول أمي؟ ما أقصى هذا الشتات النفسي؟ نفسي تنقسم على نفسي وتبحث بداخلي عن نفسي. لكم أشتاق إلى تلك الأنغام الحانية في صوت جدي ورصانة كلماته، والنظر في عينيه العسليتين الواسعتين، ومدعبة شعرات لحيته الكثة القائمة، وصنع شاربا بإحدى ضفيرتيه المقصوعتين، ورؤيته المهيبة عندما كان يصلي بالعبرية. كنت لم أكمل السابعة من عمري بعد، لكنني وجدت كل شيء محفوظا بين حنايا عقلي، وكبر معي بهوده. بعد ما سمعنا للفقرة دي وقريناها، أعتقد إن ده نقدر من خلاله نحكم على مدى قوة الكاتب في السرد. وبرضه من المقطوعة دي اللي احنا قريناها، الفقرة اللي احنا قريناها دلوقتي، نقدر نفهم شخصية البطل يائير إفراهام. طيب، هل يائير إفراهام كشخص واحد قادر على ان هو يستعرض لنا المجتمع؟ قادر على ان هو يستعرض لنا المجتمع ككل، حتى لو هو هيوصل لانه في مره من المرات يعمل لقاء تلفزيوني مع احدى بطلات افلام البورنو الاسرائيليه. فالراجل لم كل الطوائف، وكل في مره من المرات برضه بيعمل لقاء مع احد الهاربين لفلاشة، اللاجئ يعني اللي وصلوا لاسرائيل عن طريق التهريب من يهود الحبشة. فالراجل هنا محمد آدم لامم المجتمع الاسرائيلي كله بمشاكله، وبيبين لنا قد ايه هو مجتمع هش، مش مجتمع قوي، ماهوش مجتمع متماسك يعني زي ما احنا عارفين، لا بالعكس خالص. ويمكن معظمنا عارف الفكرة دي، بان ان هم هشين جدا، وان هو سهل التغلب عليهم وسهل تفكيكهم. طيب، اجابات الرواية زي ما قلنا ان الرواية لغتها قوية جدا ورصينة. الشخصيات كلها مرسومة كويس، متنوعة وكتير، وده من خلاله بنقدر زي ما قلنا نتعرف على المجتمع الإسرائيلي. زي ما قلنا الحبكة قوية جدا ومحكمة، القصة نفسها حلوة، الحدوتة بتاعت الرواية نفسها حلوة، ولكن لنا هنا وقف. الرواية رغم كل الجمال وكل الإيجابيات اللي موجودة فيها، إلا إنها لا تخلو من بعض العيوب. ولكن في الحقيقة أنا مستعد أسامح في العيوب دي، لأن محمد آدم أول مرة ينشر، يعني دي العمل الأول بالنسبة له، فيعني ممكن نتجاوز عن ده. وفي الحقيقة إن أنا لما تابعت محمد آدم في كتاباته بعد كده، لأنه نزل برواية اسمها رأس الكركدان، وطلعت على مسودة الرواية الجديدة بتاعته قلب على ضفاف الدانوب، ان شاء الله باذن الله تنزل قريب، يعني لقيته تخلص كتير من العيوب دي. طيب، ايه العيوب اللي موجوده عنده؟ اول عيب عنده انه هو في بعض الفقرات استخدم كلمه كان كتير جدا. يعني انا حتى حصرت فقره كده لقيتها عباره عن 38 كلمه مستخدم فيها اربع كان. الفقرة موجودة في صفحة 69، بيقول: جلسنا، طلبت مني أن أروي لها قصتي،
كانت ادي واحد لدي شهيه لان اتكلم معها، لكن رغبتي في ان اسمعها كانت ادي اتنين اكبر، لذلك اخبرتها ان تكمل ما لم تكمله في المره السابقه. كان ادي ثلاثه كلامها وطريقه قصها وكانه قصائد الحب النديه. كان ادي الرابعه حديثها العذب يثير جنوني ويبهجني كعصفور صغير نجح على توه في الطيران للمره الاولى. 38 كلمه فيهم اربعه كان وكان. وده من العيوب بشكل عام دايما بنلاقيها مع الاصدارات الاولى، يعني دايما اي حد بينزل اصداره الاول او كتابه الاول، حتى انا في كتابي الاول يعني او في روايتي الاولى غالبا بيغلب علينا الكنكنه. والموضوع في منتهى البساطه، احنا في الفقره اللي احنا لسه قاريينها ديت كان وكانت كتيره، يعني الاربعه دول في كتير منهم ممكن نستغنى عنهم او ان احنا نبني الفعل في للماضي. طيب، من عيوب الروايه برضو الاسهاب في الوصف، وده محمد ادم بحس ان هو دايما في الحته دي يعني فيها كتير شويه، يعني ممكن يقعد علشان يوصف لنا شخص ما او كلام من دوت، ممكن تلاقيه حاطط اوصاف كتيره وساعات الاوصاف دي بتخرجنا او بتفصلنا عن الروايه او عن القصه والحدوته نفسها. طبعا زي ما قلنا ان بيشفع للكاتب ان ده عمله الاول. اخر حاجه ممكن نتكلم فيها في الروايه دي من ناحيه السلبيات، هو ان في بعض الفقرات تقريريه ومش كتير بس موجوده، يعني بعض الفقرات التقريريه وبعض الجمل الحكميه. يمكن ده بسبب ان الكاتب بتغلب عليه الطبيعه البحثيه، لانه هو باحث في وبيحضر دكتوراه، ربنا يوفقه يا رب. لكن برضو هرجع تاني واقول ان الموضوع كان صعب وتقيل، وفكرة انك انت تتكلم عن فئة معينة ما لناش علاقة بيهم اساسا، يعني ما نعرفش عنهم الكتير الا من خلال الكتابات العادية. الراجل تعمق جدا، بذل مجهود كبير جدا علشان يقدر يوصل للكتير من الحقائق والمعلومات المهمة جدا اللي تقدر تستفيد منها وانت بتقرا الرواية دي، وبرضو ما تزهقش لانك انت بتقرا في رواية ادبية فعلا فعلا تستحق القراءة. في الحقيقة انا بشكر دار تويا مش لدعم القناة بس، لا يعني لا، لكن لان هي بالفعل لما بتتبنى كاتب جديد زي في الوقت اللي نشرت فيه لمحمد ادم وسندته كتير، فده من الحاجات اللي بتتميز بيها بعض الدور، مش دور كتير قوي في الموضوع ده. في النهايه بتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، ومنتظر تعليقاتكم. لكن قبل ما انهي تاني بقول ان تم اختيار الطريق الى السيده العجوز بناء على ترشيح الاستاذ محمود الشبراوي في التعليق، وبناء على مكالمة بيني وبين الأستاذ أحمد قدورة اللي قال إن الرواية تستحق، وهي فعلا تستحق. بشكركم مرة تانية، وإن شاء الله نلتقي في مراجعة جديدة، والسلام عليكم.